مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. النهاردة معانا قضية جدا أثارت الرأي العام المصري. كل يوم احنا بنسمع عن حوادث وبنقرأ عن جريمة، لكن احنا معانا جريمة النهاردة، جريمة بشعة جدا وتفاصيلها مفزعة. الجريمة دي لشخص اطلق عليه سفاح الجيزة، بقى معروف عالميا باسم سفاح الجيزة، هو يدعى قذافي. قتل 4 شخصيات، 3 سيدات منهم شقيقة زوجته وزوجته وعاملة كانت تعمل لديه وصديقه المقرب أيضا. فهذا شخص يعني معروف، كان معروف وسط أهله بأنه شخص طيب جدا وشخص على خلق عالي، ولكن فجأة الناس كلها اتصدمت فيه بعد ما تم إلقاء القبض عليه خلال هذا الأسبوع من قبل الأجهزة الأمنية بعد اتهامه بقتل صديقه. وده هذه الحوادث كانت منذ 5 سنوات. الأجهزة الأمنية نجحت في كشف الغموض اللي سيطر على اختفاء هذه الشخصيات منذ 5 سنوات. والحقيقة لما تم إلقاء القبض عليه كان عن طريق الصدفة، لأن تم اتهامه في قضية سرقة وتم سجنه لمدة عام في السجن بمحافظة الإسكندرية، وعن طريق البحث توصلوا إليه. في بداية الأمر أنكر إن هو قذافي، وكان يعني عايش بقصة باسم صديقه اللي تربى معاه، وهو المهندس رضا رحمة الله عليه اللي كان تاني ضحية له، اللي قتله ودفنه في منزله. واللي احنا لو تابعنا وشفنا سيناريو القصة والحدوتة دي كلها، التفاصيل يعني بشعة جدا. شخص يعني انا مش عارف، هو كان يعني كل ما حد يختلف معاه يقوم بقتله، وبيفكر صح وبيفكر بذكاء حد جدا. كان بيخفي معالم الجريمة لدرجة ان هو كان بيدفن الضحايا لمترين تحت الارض، والحقيقة دي حاجات غريبة جدا. وانا بس في الحقيقة انا عايز اشير هنا لحاجة جدا مهمة جدا في هذا الموضوع، ان هذه القضية بالتحديد كانت فجرتها بوابة الاهرام منذ من 18 شهر بالظبط، حيث ان الزميل شريف ابو الفضل كان عمل تقرير عن هذا الموضوع، واللي جاء عنوانه اختفاء مهندس الجيزة وأسرته تستغيث بالأمن، وده كان يوم في شهر 6 2019. والحقيقة ده يحسب لبوابة الأهرام اللي انفردت بهذه الحادثة، وبعد كده حكت في تقرير آخر عن مدار ان هو اتهمه قذافي بان هو سبب في قتل المهندس رضا، وده اللي كشفته التحقيقات خلال هذه الفتره. يعني كل ما قيل في بوابه الاهرام كشفته التحقيقات. احنا معانا يعني حتى ده التقرير الثاني اللي اتعمل في اكتوبر الماضي، صديق العائله خان الامانه وحلم اسره رضا للعثور على جثته يتجدد، وده كان الشهر الماضي. يعني هذه القضيه ظلت تتابعها بوابه الاهرام اول باول لزميلنا شريف ابو الفضل. وبعد إلقاء القبض على المتهم تم الجريدة البوابة الأهرام تابعت الحادثة أول بأول، وانفردت بالعديد من القضايا والموضوعات المهمة. وأيضا من الزملاء أحمد الفص ومصطفى عيد وشريف أبو الفضل، وكان هم أول بوابة إلكترونية في مصر تتابع الحدث لحظة بلحظة. انفردت بيه لقاء مع والدة الضحية الأولى، والدة الضحية نادين ضحية السفاح الأولى، واللي اتكلمت معاها وحكت معاها. واحنا معانا يمكن هذا الانفراد، معانا هذا التقرير، وهنشوف الفيديو حالا اللي انفرد بيه وعده الزملاء في بوابة الأهرام شريف أبو الفضل وأحمد الفص. معانا الفيديو. اللي موتزيع هو اي جران يتكلم، يجي يسألني، يجي يقول لي ليه سب في الاعراض، ليه سب في الاعراض، ايه اللي حصل حاجة؟ ليه تعبوه بطفلة دي رقيقة دي جميلة دي نسمة، يقولوا بينها وبين جوز اختها علاقة، ده اصلا هي ما كانتش موجودة لما الفرح اتعمل. يا جماعة يا جماعة حرام، الضرب في الميت حرام، الله يرحمها يا حاج، الضرب في الميت حرام. ده انا لغاية دلوقتي ما عملتش تحليل الدي ان ايه، ولا شفت الجثة، ولا طلعتها، ولا عرفت اذا كانت دي بنتي ولا لا، اللي هي نادين. نزلوا الناس بتجيني، الناس الزباين بتجيني، قولي حاجة في ايه اللي بيحصل ده، وانا مش عارفة حاجة.
مش عارفه ايه اللي بيدور حواليا. بقى لله يا حبيبي. ونعم بالله. حضرتك كنت ما تعرفيش ان هي توفت. الحقيقة ده جزء من الفيديو اللي اتعرض واللي عقده زملائنا في بوابة الأهرام زميل شريف أبو الفضل وأحمد الفصل، واللي صح يعني إحنا لو تابعناه شفناه هنلاقي الأم نفسها مش مصدقة إن بنتها توفت، وكل ما يقال هي زي هي مقتنعة إن هي لم تقتل حتى الآن. وأنا عايز أكد على حاجة هنا مهمة جدا، إحنا لو تابعنا جميع قضايا السفاحين أو تابعنا هذه القضية بالتحديد سنجد إن معظم قضايا السفاحين يكون العامل الأساسي لها هي الجنس أو شهواته ونزواته، بعد كده بيبدأ بقى في عمليات القتل من أجل يعني تحقيق نزواته وشهواته اللي بتدفعه بعد ذلك إن هو بيفكر من كتر ذكاء إن هو مش هيع، لكن يشاء الأقدار إن هو يقع في حاجة لن يتوقعها. إحنا نزلنا برضو وشاركنا وعملنا تقرير مع محامي الضحيتين المهندس رضا وزوجته الضحية الزوجة فاطمة، نزلنا وعملنا تقرير مع المحامي وفي الدين فؤاد، واحنا التقرير معانا هنطلع للتقرير سيبكم معايا تشوف المحامي كشف عن تفاصيل جديدة وعن كواليس التحقيقات اللي دارت مع سفاح الجيزة، وهينضم بعد ذلك ضيوفنا اللي هيشرفونا للتعقيب على هذه الحادثة الأستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد والأستاذ ياسر حجاج المحامي بالنقد وماجستير في القانون الجنائي، هيشرفونا يتكلموا معانا عن هذه القضية والشق الجنائي. هترككم مع هذا الفيديو وتابعونا إن شاء الله بعد هذا التقرير. وصلنا في آخر 2019 وصلنا الرقم محضر سرقة معمول باسم المهندس رضا. المحضر ده هو اللي وضح لنا كل التفاصيل اللي احنا فيها، وده كان السبب الاساسي ربنا وصلنا يعني الحمد لله وصلنا للمجرم عن طريق المحضر ده. المجرم المفروض ان هو كان صديق طفولة للمهندس رضا، كان بيتعامل معاه يعني كأنه اكتر من اخ، اخواته نفسهم ما كانوش يعرفوا عنه حاجات كان السفاح يعرفها عنه، مراته نفس الكلام، كان هو اللي بيدير له كل امواله، الراجل المتغرب بقاله 25 سنه، اهله يعني ما يعرفوش معظم املاكه، كان كلهم كل املاكه كانت تحت ايد السفاح. طبعا هو يعني وصل اخواته كمان ان هم يستثمروا هم كمان فلوسهم مع السفاح من كتر ثقته في يعني خلاهم كلهم عملوا زيه بالظبط. صارت المهندس رضا واخواته عقارات وفلوس توصل ل 8 مليون جنيه، يعني وصلها 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه دي من ضحية اولى بس رتب وراح جابوا المطار بدا ينفذ في الجريمه، بدا ينفذ في الجريمه ان هو طبعا حط له ماده، الماده دي لسه هنعرفها من الطب الشرعي والبحث الجنائي، لسه ما طلعش التقرير. جهز القبر في شقه الاسره يعني في احدى البيوت، لان هم عندهم كذا منزل اكثر من منزل في حيز المنطقه. المكان اللي اتعمل اللي اتدفن فيه الجثه منزل المهندس رضا، واللي ارتكب فيه الجريمه وقتلوا فيها برضو منزلهم بس في منطقه مجاوره للي اتدفن فيها. حاولنا نفك كل الالغاز، للاسف فضلنا الخمس سنين دول ما عرفناش نفكها بسبب ذكاء السفاح الخارق. يعني انا عايز اقول عليه خارق، لانه فعلا كان يعني احنا بنبقى هو طبعا كان بيدور معانا لمده 3 سنين، يعني هو كان هو اللي قتله بيدور معانا عليه. طبعا كان بيحطنا في طرق بعيده جدا عنه عشان خاطر يقدر يخفي جريمته. بعت رساله من تليفون مجهول وقال فيه ان انا اخوك رضا واتمسكت، بعت طبعا اخوه في السعوديه قال له انا اخوك واتمسكت عن طريق خطأ في المظاهره، ويعني مش عارف واخديني في مدرعه وموديني على فين. انا واحد من الناس يعني شكينا في قذافي ان هو الوحيد اللي شافه وقت ما نزل القاهره. هو اعترف ان هو شافه؟ ده ايوه، ده هو اللي جابه من المطار وقال انا جبته من المطار ووصلته وكان معاه فلوس وعمل قصه كده. فلما جيت اشكك اخوه فيه وبقول له يعني انا شاكك في الواد ده لان هو الوحيد اللي شافه وبيقول معاه فلوس، الواد ده ممكن يكون عمل في اخوك حاجه، فضحك قال ده ما يعرفش يقتل فرخه. نشكر طبعا الجهات اللي ساعدتنا في الكشف عن الجرائم، لان هو لغايه اخر لحظه كان بينكر. ايوه على فكره هو جاي من اسكندريه
يعني اول حاجه قال لهم انا انت مين؟ انا رضا. فلما لقى النيابه هتطلع قرار بالدي ان ايه قال لهم انا قذافي. ده كان اول اعتراف. انا قذافي دي كلمه قالها لما لقى خلاص ان ايه هيقعد يلف ويتعب ويعمل تحاليل، خلاص انا قذافي. قعد فتره يراوغهم وتعبهم جدا في المباحث، واسم الهرم ربنا يجازيهم خير، وفي نيابه الهرم الناس عملت مجهود، الناس ما بتنامش، الناس بتبات في شغلها عشان خاطر تشتغل مع الراجل ده. وبعض معاهم بيقولوا لي احنا محتاجين سنه عشان نكتشف الجرايم. اول واحده فيهم اللي هي اخت زوجته اللي هي نادين دي، اول واحده اتقتلت واتدفنت في الشقه لوحدها. تاني ضحيه كان دي كانت تقريبا في شهر 3 2015. تاني ضحيه كانت كان المهندس رضا، وده كان في شهر 4 2015. تالت ضحيه كانت في شهر 6 2015 برضو، اللي هي بنت الحاج زكريا يعني. بص كان على عمق 2 متر. يعني عارف انت بتتكلم في حاجه يعني ما ينفعش حد يكتشفها غير ان هو اللي يطلعها. يعني عايز اقول لك ان هم شغالين معاه لان هو الوحيد اللي هيقدر يوصلنا للجرائم بتاعته. حتى لو عن طريق الاعلام الناس تعرفت عليه وفي محاضره تغيب ظهرت جديده، برضو هو اللي لازم يطلع الجثث، لان هنجيبها ازاي؟ الراجل بيطمسها طمس يعني عجيب. ان هم سابوا وتركوا البيت، والدته واخوه تركوا البيت اللي هم ساكنين فيه بسبب طبعا الاعلام. يعني بجد بنشكره، يعني عمل ضجه كبيره ووصلوا ان هم حتى هم سابوا المنطقه ومشوا. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم تاني بعد التقرير اللي اذعناه مع محامي ضحايا سفاح الجيزه، وشرفنا في هذه الفقره الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا ومرحبا. الاستاذ ياسر حجاج المحامي بالنقد وماجستير في قانون الجنائي، اهلا بحضرتك شرفتنا يا فندم. بدايه استاذ ياسر حضرتك، انت تابعت التقرير وشفت هذه الحادثه اللي اثارت الراي العام في مصر خلال هذا الاسبوع، تابعتها ازاي وشايف التفاصيلها ازاي؟ هو نظرتي كمحامي بقى يعني نظرتي كمحامي ان هو المتهم ده امر من اتنين ما لهمش تالت. اما ان هو وده الاقرب بالنسبه لي، اما ان هي جريمه مرضيه. لان انه من 2015 وطريقه تنفيذ الجرائم دي جريمه مرضيه، ده مريض نفسي يا مريض يا اما مجرم خطير جدا. ده هو مريض نفسي ده هيثبت ودفعه هيطلب الكلام ده. ولو ما طلعش مريض نفسي وطلع مجرم بهذه الخطوره، خلاص ده النموذج اللي بيكتس في المجتمع، ده اللي محطوط له الاعدام. محطوط له عشان كده مفيش منه امل. ما هو على النقيضين، يا مريض نفسي يا مجرم خطير جدا. اعتقد ان هو مش مريض نفسي، ان الجميع شهد له بالاخلاق الحسنه، وان عمره ما ظهر عليه اي ما هي دي الخطوره، اي مظهر من هي دي الخطوره بقى. هي دي الخطوره. هي دي الخطوره. اغلب المجرمين النفسيين ما بيبانش عليهم، ما بيبانش، لانه بيتقن التمثيل. يعني هو من ضمن الامراض النفسية التمثيل، بيدخل التمثيل جدا لأبعد الحدود، لدرجة انك انت بتصدقوا ان ده حقيقة ودي اخلاقه الحقيقية. ويبقى في الشارع الناس بتحلف بحياته ومصلي وناصح للي معاه وسلوكه جيد جدا في الشارع، ومع ذلك هو نفس خطيرة جدا. وده بقى مجرم نفسي لازم يتحط تحت المراقبة 45 يوم القانون بيقول كده، واذا ما قدرتش توصل لجنة الطب النفسي بيتعادل 45 يوم دول تاني وتالت لغايه ما اللجنه تحكم عليه حكم نهائي بانه يا اما مريض نفسي يا اما سليم ومدرك ومميز ويسال عن الجريمه. اذا وصلت اللجنه للحل الاخير يبقى ده لا يستحق الا الاعدام. لا يستحق الا الاعدام. استاذ عادل، تعقيب حضرتك، وهل تتفق مع اللي بيقوله الاستاذ ياسر ان هو هذا التخطيط وهذا الـ يعني اسميها العبقريه في ان هو يقضي على معالم جريمته لمده 5 سنوات وتكشف بالصدفه؟ هي العبقرية أنا ما أقدرش أتكلم فيها أستاذ ياسر، يعني أوجز وأفصح على أساس إن هو لو فعلا عنده عاهة عقلية بيحال إلى الطب الشرعي. تمام. إنما أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ألا إن قال يعني ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا، ألا قد بلغت اللهم فشهد. يأتي المقتول وهو القائل صلى الله عليه وسلم، يأتي المقتول يوم القيامة وعروقه ممسكا بالقاتل وعروقه تقطر دما، يقول يا ربي خذ لي حقي من هذا وسله فيما قتلني.
أنا شايف في هذه الواقعة المحنكة والتخطيط المحنك والدم البارد لا يستحق إلا تطبيق القصاص عليه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وإحنا طبعا يعني قدام قضاء شامخ بيقرأ ما بين السطور وعندهم الفراسة يقدروا يقولوا فعلا ده عنده قواه العقلية تمام أو مش تمام. وبناء عليها بيحكموا طبعا أكيد بالقصاص. تمام، إحنا كان ده تعقيبنا. عايزين نخش في موضوعنا الأساسي النهاردة اللي إحنا بنتكلم فيه. كثير من الناس بيلجأوا لعمليات البيع والشراء لممتلكات بيمتلكوها، احيانا بتواجههم بعض المشاكل، احيانا بيتعرضوا لحالات نصب. عايزين نتكلم ونناقش هذه القضايا. استاذ ياسر، يعني عايز ابدا من حضرتك، ايه الاجراء اللي لازم يسلكه الشخص في حاله قيامه ببيع اي عقار له او اي حاجه له عشان يحمي نفسه من هو يتهم ان هو نصاب او ان هو يتعرض الى يعني مساءله قانونيه؟ هو الجانب المدني انا هسيبه للاستاذ عادل، انما هو انا اعلق الناحيه الجنائيه. الجنائيه النهارده هو بيعقد عقد بيع وشراء بعد ما بيبقى عين العقار، المعاينه النافيه للجهاله، وان العقار مش شاغل ما فيهوش حد لا يشتري تمام او شيء من هذا القبيل، يتاكد من العقار الاول، وبعدين ياخد ورقه ويكشف على اوراق الملكيه بتاعته في الجهات المختصه زي الشهر العقاري او زكاه محكمه في صحه ونفاذ او الكلام ده، وبعدين بيكتب عقده على ايد محامي ومكتب محامي، وبعد كده بيبدا ياخد اجراءات تسجيل هذا العقد. ده المدني، وده الاستاذ عادل هيعلق عليه. انما في حالات بقى ما بيتخذ فيها المواطن الاجراءات دي، بيبيع ويشتري في الهواء، يعني لا عين عقار ولا شاف اوراق ملكيه انها باسم الشخص اللي بيبيع له ولا الكلام ده كله. تمام، ويفاجأ بأنه بيشتري عقار مالك للعقار ده شخص تاني غير اللي باع له. هي دي حالة النصب، دي اللي شرعها بقى المشرع الجنائي في المادة 336. ولها شروط، شروط قاسية. أنا عايز أسيب الجانب المدني للأستاذ عادل الأول، تمام، وبعدين أنتقل بقى للجانب الجنائي. طب نخش نروح للأستاذ عادل الجانب المدني اللي الأستاذ ياسر بيتكلم عنه. هو الجانب المدني خلاصته عقد بيع تم ما بين بائع ومشتري وتم قبض الثمن. تمام، أنا مالك لهذا العقار، تمام؟ بقول لك أنا مالك، تمام. قد يكون هذا العقار مش مسجل، فبعد ما بعته لك رحت بعته لواحد تاني، تمام، دخلنا كده في قضية نصب. قضية نصب بعد ممكن بقى في حتة ما ادخلش فيها قضية نصب، ودي الأخطاء الشائعة اللي بنقع فيها دلوقتي. زي إيه يا أستاذ؟ أنا عملت لك توكيل بالبيع والشراء للشقة دي وما حررتلكش عقد، وجيت بعتها لواحد تاني، انا ما دخلتش في نصب، لان التوكيل ما تعملش بيه عقد بيع. والتوكيل ما فيهوش ثمن، لان من شروط المبيع لازم يبقى فيه ثمن. انا بنقل لك ملكيه شيء مقابل ثمن، فين المقابل هنا؟ مش مكتوب في التوكيل، لان عشان ابيع لك بتوكيل لازم اكتب كده نصا كده والسعر قبض مقدما في التوكيل. انما انا عملت توكيل عام بالبيع والشراء وبعت انت بيه او لسه ما بعتش بيه، وانا كبايع بعته تاني، انا ما دخلتش هنا في نصب، دخلت كده في نزاع مدني. طب انا دلوقتي بقى في تزاحم بين اتنين مشترين، هنعمل ايه؟ انا كقاضي بقى هعمل ايه؟ انا كنيابه هعمل ايه؟ الحل بقى إذا كان هناك تزاحم بين مشترين، فالأسبقية لوضع اليد عن التوكيل، لوضع اليد. ما احنا دلوقتي احنا اتنين اشتروا، يعني اللي ساكن في في المنشأة او العقار نفسه هو ده اللي استلم، ده العبرة بالبيع بتاعه، والتاني بقى يرجع بالفسخ والتعويض. بالفسخ والتعويض. إذا كان واحد لحق وسبق وعمل وسجل عقده، يبقى العبره بالعقد المسجل. الاثنين ما سجلوش، تمام، والاثنين ما حازوش، يبقى العبره باسبقيه الطلبات في الشهر العقاري. باسبقيه الطلبات في الشهر العقاري. يعني عايز افهم حاجه من حضرتك، يعني البيع بالتوكيل ده صح ولا خطا ولا يتم؟ البيع بالتوكيل تام ونافذ، تام ونافذ، ولكن لابد ان يحرر به عقد، لابد، او يذكر في التوكيل الثمن. وفي الحالة دي يبقى البيع صحيح 100%. انا عايز افهم الحتة دي بس، مني مش فاهمها لحد دلوقتي. حتة ان انا مثلا، انا حضرتك هنا في بيع بالتوكيل، تمام، انا جيت بعد التوكيل اختلفت، تمام، هل البيع يتم؟ البيع تام،
بس انا اختلفت بعد كده. اختلفت في ايه؟ في البيع بالتوكيل على الثمن. انا جيت في الثمن اختلفت بعد كده لما بعت لك بالتوكيل، انا بعد كده في التوكيل اختلفت على الثمن. بتطالبني بقى بالثمن، هل بقى البيع ده يتم ولا لا؟ ما انا ما هو البيع نافذ ولكن معلق على الثمن. انت بقى بتقول انا ما دفعتش فلوس يعني انت كبايع بتقول ان المشتري ده ما دفعليش فلوس، تمام؟ او ان المشتري يقول انا دافع فلوس، كل واحد يثبت بقى. بس من المتعارف دايما ان بيكون في عقد ما بيكونش في توكيل، يعني انا بعمل عقد ان انا اشتريت هذه المنشاه او هذه قطعه الارض. لا، في عقد تام يعني كامل، في تحايل حتى في البيع والشراء. يعني اما احنا عايزين نوضح دي للمشاهدين بالتحديدا عشان تفهم ايه الفرق بين التوكيل وبين العقد بالتحديد، ان انا يبقى في عقد رسمي. الاصل العقد، العقد يعني لما تيجي تبيع حاجه اعمل عقد وروح دماغ. اعمل عقد، هتعمل توكيل اعمل عقد، عقد عرفي. انما مع التوكيل اعمل عقد، لان انا كده ضمنت ان انا دفعت الثمن. تمام. اذا كنت هشتري من شركه عقاريه مثلا شقه ولا حاجه، اضمن وفقا لقانون حمايه المستهلك الجديد لازم تكون المبنى ده مرخص. اول حاجه، اول حاجه اقول له اديني الترخيص بتاع المبنى، وبعدين مستندات الملكيه. ما اشتريش كده عشوائي، لانه انا ساعه ما اختلف انا وصاحب وانا وشركه عقاريه، مش هروح اشتكيها على طول مباشر في النيابه. لا، ده انا الاصل او الصح ان انا اروح جهاز حمايه المستهلك اشتكي الاول، اقدم شكوى. لان دلوقتي قانون حمايه المستهلك ادى مساحات كبيره لحمايه المستهلك ان هي تحمينا انا كمشتري. بتجيب الشركه وتشوف ايه الخلل ما بيني وبينها، وقدرت تحله وتطلع قرار بكده ملزم للشركة، نفذته خير وبركة. ما نفذتهوش، هي اللي بتخطر مين؟ النيابة المختصة. تخطر النيابة، النيابة المختصة. يبقى أنا دلوقتي أصبحت في جهة حكومية أصبحت معايا وبتدافع عني، مش أنا بس. تمام تمام تمام. أستاذ ياسر، أستاذ هادي اتكلم في نقطتين خطرين جدا، نقطة التوكيل ونقطة العقد. انا في حاله التوكيل او اتنصب عليا موضوع التوكيل، ايه الاجراء اللي انا اتبعه لحمايه حقي القانوني؟ هو الاستاذ عادل بيوضح، بيقول في كل الحالات تامن نفسك بعقد. انا بتكلم في كده، لا متعارف عليه يعني ان عملت توكيل سواء كان التوكيل ده ليك كمشتري او لحد تاني تبعك هيبيع لك، بيع لنفسك بيه او الشخص التاني يبيع لك، لازم تقرن التوكيل بعقد بيع. وممكن يبقى التوكيل من شخص المالك الاصلي وبرضه هو نفس الملك يعمل لك عقد بيع. المهم يبقى في عقد بيع يتعمل مع التوكيل، ما تقفش عند حد، التوكيل فقط حتى اضمن سداد الثمن. لان انت كده عند التوكيل انت موكل بالبيع لكنك لم تتم البيع. يبقى لا في بيع وشراء تم، لا قبول ولا ايجاب تم، ولا في ثمن الدفع، ولا في استلام للعين، ولا في اي شيء، ده مجرد وكاله. من كام سنه كان اتعرض الموضوع ده على جنح مستأنف الدقي. تمام تمام. وكان واحد كان عامل توكيل ببيع عربية، ولكن المشتري ما نقلش الملكية، ما نقلش. تمام. وما عملش عقد بيع، البايع باعها تاني، ما فيش نصب. تمام كده، ما فيش نصب. المحكمة قضت بالبراءة. بالظبط. والتاني ده عليه فلوسه ولا ده يرجع بقى يثبت ان هو فعلا دفع الشروط. انا هقول لحضرتك الشروط في النصب ايه. شروط النصب. يعني جريمة النصب، انت النهارده كل واحد بيروح يكتشف ان البيعه بتاعته فيها اخلال بالتزام البائع بتاعه، بيروح يعمل له محضر على انه نصب عليه، يعمل له محضر او باع له ملك الغير. لا طبعا. ده شروط قاسيه جدا، عشان كده الناس لازم تاخد بالها. مش كل محضر هتعمله بالنصب هتاخد عقوبه على خصمك، مش هيحصل. ده شروطها قاسيه جدا، لان الماده بتقول ايه؟ دي مادة رقم 336 من قانون العقوبات. تمام. المادة دي بتعاقب بالحبس كل من استولى على مال نقود أو متاع أو سندات، أيا كان نوع السندات، أي مال بطريق الاحتيال. شوف شرط الجريمة إيه؟ الاحتيال. الاحتيال يعني، والاحتيال ده كمان المادة بدأت تفسره بعد كده، قالت إن يكون الاحتيال ده باتخاذ صفة كاذبة، باتخاذ اسم كاذب، بالوعد بربح وهمي، بالإيهام بمشروع وهمي. تاخد بالك، كل دي طرق احتيالية يرتكبها الجاري والمجني عليه، يسلم المال
تحت تأثير هذا الاحتيال. كده يبقى انا وقعت تحت نص الفقرة الاولى من المادة. الفقرة الثانية بقى اللي سعادتك بقى بتناقشها النهاردة في الحلقة في المادة دي. اللي هو كل من باع مال عقار مش منقول عقار مملوك للغير وليس شوف بقى سعادتك وليس له حق التصرف فيه. شوف الشرطين غير بعض. يعني عشان انا اتحاكم بقى بنص المادة دي وابقى مجرم ونصبت لان بعت مال مش ملكي عقار مش ملكي لازم الاول العقار ده مش ملكي. مش ملكي يعني ايه؟ يعني انا مش مسجله باسمي. العقار ده لازم يبقى متسجل باسم الاستاذ عادل صلاح وياسر حجاج بقى اللي باعه لحضرتك. فتروح تتهم ياسر حجاج بالنصب. يبقى متسجل باسم مين؟ شخص تاني. استاذ عادل صلاح مش مسجل. مالك عرفي. شفت اللي قبلي مالك عرفي وانا مالك ايه؟ عرفي. وبعت لك لن اعاقب على نصب. تخيل. لان لازم ابيع ملك عادل المسجل. لو ملك عادل مش مسجل داخل بال حضرتك خلاص مفيش نصب. ادي واحد. الشرط التاني ماليش حق التصرف فيه لان انا ممكن ابقى احد الملاك على الشيوع بنازع في ميراث داخل بال حضرتك مدير لهذا المال بوكاله مش مالك خالص فليه حق التصرف لكن ماليش حق البيع. البيع شفت الفرق؟ ما ده الناس بتعرف في النقطة دي بالتحديد. يقع في الحتة دي. ايوه يخش يشتري عقار او يشتري قطعة ارض قطعة ارض ويفاجئ بعد كده ان هذا العقار او قطعة الارض عليها خلافات على بين الورثة بين بعضها وبعض. فدي مشكلة يا استاذ عادل يعني. هو في خلط بين الالتزام المدني والنصب. مش كل اخلال بالتزام مدني يشكل جريمة النصب. ده انا اقدر اقول 1% من العقارات اللي بتتباع دي كلها تثبت فيها جريمه النصب. 99% تبرأ جريمه النصب بنص القانون. 90% من احكام البراءه في قضايا النصب مدنيه النزاع. مدنيه النزاع. النزاع المدني. مدنيه النزاع. وده اصلا عيب قاتل من زمان ان العقارات كلها مش مسجله. عشان كده عملوا السجل العام. عشان ما هو ده برضو بقى على كده بقى القانون فيه ثغرات يا استاذ عادل. لا النقطة دي بالتحديد يعني اكيد القانون يعني لما يكون انا ليا حق مش عارف اخده يبقى القانون يحتاج الى تعديل. هو دلوقتي حاليا ناقشوا قانون متوافق عليه في مجلس النواب واخد بالك انه لازم كل العقارات تكون مسجلة في شارع عقار. تمام. فالايام الجايه ان كله لازم يسجل عقاره هيتم مسح مصر كلها في مده وتسجل عقارات مصر كلها ودي هتبقى خطوه جميله جدا وحتى في البيع والشراء هيبقى الامور ميسره فيها جدا. انا برضو عايز افهم النقطه دي. انا اعمل ايه في حاله ان انا اشتريت قطعه ارض او منزل او عقار او شقه في منطقه عليها نزاع؟ تمام. اعمل ايه انت؟ انا عايز اخد حقي. طب انا الليله دي اعمل فيها ايه؟ اذا كنت شاري من شركه عقاريه اتجه الى حمايه المستهلك قدم شكوى. طب افرض حمايه المستهلك ما عملتش لي حاجه؟ بتحل الموضوع للنيابه وبتاخد في الحاله دي ال 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 حضرتك اشرت في نقطه يا استاذ عادل ان بياخد احيانا براءه ان هو مش لا ده ياخد براءه ليه؟ الشركه دي ممتازه. يعني انت شاري من شركه عقاريه انت حقك مضمون. حمايه المستهلك خلاص هي حاميك ده جهاز معمول. طب لو من اشخاص من الافراد بقى من الافراد دخلنا بقى في نصب تمام او فسخ يعني اذا ما هو احنا هنلجا للسريع الاول السريع الجنائي يبقى نلجا للنصب. خدنا براءه في النصب يبقى نلجا للمدني. الفسخ ورد الثمن والتعويض. الفسخ ورد الثمن والتعويض ده اللي احنا طبعا اللي انا بقول بقى فيه ان احنا للاسف التقاضي بتاعنا بطيء وعشان كده انا دايما اقول ان التقاضي البطيء ظلم سريع. التقاضي البطيء ظلم سريع. هو ليه احنا دائما ما بنحبش نفتش عن اي حاجه بنحاول نروح دي النصيحه يشتريها. بقى دي النصيحه اللي هل احنا هو ان الشخص ما بيصدق ان يلاقي حاجه يروح يشتريها؟ لا هو احنا ولا هو صح. دائما يعني صح. مش عنده غايه ان هو الطمع. يفتش انا اسف اسف لفظا الطمع. الطمع هو السبب في الموضوع ده. ازاي؟ لان اللي بيبيع لك ملك الغير ده او بينصب عليك غالبا بيخسف بالثمن العقار الارض. مش شرط يعني على فكره يا استاذ. لا ده ما بيتنصبش احيانا بيكون نفس بنفس السعر. لا كده بقى يبقى نفس القيمه اللي الماليه للعقار. تمام كده اللي بيشتري حضرتك بقى هو الغلطان. ليه بقى؟ لان انا بشتري النهارده المتر متر الارض ده ب 10000 جنيه واللي جنبه ب 10 زيه. انا اعمل ايه؟ فين ملكيتك يا سيدي؟ فين اوراقك؟ هات لي صوره ضوئيه من ورقك انا هشتري وهدفع الافات. هات لي صوره ضوئيه من اوراق ملكيتك. هاخد الصوره الضوئيه واعرضها على محامي.
المحامي هياخد الصوره الضوئيه دي ويكشف لي على المستندات، يرجع يقول لي المستندات دي سليمه اشتري اتفضل، المستندات دي مش سليمه ما تشتريش. يبقى انت اهو من البدايه عرفت، دي النصيحه بقى. النصيحه انت هتدخل في بيع وشراء في عمليه مبخوسه الثمن وقابل المشاكل والمغامره، ده موضوع تاني، ما تقولش حق بقى انت خدت حضرتك، ما هو انت بتنزل عنه الاول. خلاص بقى اقبل بقى اللي جاي من تقاضي والكلام ده. انما المواطن العادي اللي هو عايز يرزق بالحلال ومبقاش فيه اسراء في حياته بلا سبب، ما يدخلش مثلا ياخد حته ارض المتر فيها ب 2000 جنيه عشان عليها مشاكل ويرجع يبيعها ب 15000. ما هو احيانا ما يكونش عارف ان هي عليها مشاكل، انا مواطن عادي ما اعرفش ان ده عليها مشاكل. لا يقدر بس يعرف، بس انا بقول دي لقطه، يقدر يعرف سعرها منخفض. لا معلش يقدر يعرف. ما هو ازاي يعني؟ يعني انا دلوقتي كان كان عندي قضيه راح ضحيتها اتنين اللي هم اصلا كانوا موكلين عندي، ماتوا اتقتلوا. ما كنت اسال حضرتك في السؤال ده، السبب ايه بقى؟ السبب هي الحته دي، واحد قال لهم انا عندي عربيه، العربيه دي تساوي بالظبط قيمتها السوقيه مثلا 140000، قال لهم دي ب 85. وده بيحصل كتير. واستدرجهم وفي طريق اسكندريه قتلوهم هو واخوه، وطبعا خدوا اعدام بعد كده. بس المهم انه راح ضحيتهم ايه؟ اتنين شباب زي الورد، واتقتلوا الاتنين وبدم بارد، والسبب ايه؟ ان انا جبتهم وخسفت التمام بالمنقول. انما انا بقى لو انا كمشتري بحكم عقلي، انت هتبيع الحاجه دي اقل من سعرها السوقي، يبقى نرجع لاهل الذكر، احد الساده المحامين ابحث لي الورق بتاع بتاع الارض دي، هيبحث شهر عقاري، هيبحث مستند. انا جاتني في مره حكم صحه ونفاذ، والناس كانوا جايبين 1,000,000 جنيه في المكتب عشان يدفعوها عربون للبايع، يعني كلهم كانوا موجودين في المكتب واخد بالك عشان يدفعوا. انا لقيت حتى الصيغه التنفيذيه الموجوده المفروض يعني انها صيغه واحده ما بتتغيرش، لقيتها كأن واحد كاتبها كده هاوي، كاتب مقال، كاتب جورنال، العقد ده مزور والحكم ده مزور، كانوا يضربوا بعض عندي في المكتب. يعني ممكن يوصل ان هو زور حكم؟ زور وفعلا كشفوا في 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 محكمه الجيزه ولقوا فعلا ان ده مزور ومصمم على تزويره. يعني شفت الاستاذ بيقول لك ايه؟ ده مصمم على تزويره. ما هو في ناس كتير، في ناس طيبين كتير بينخدعوا في الحاجات دي، ما يعرفوش طيب ده بقى، ما هو ما يعرفش. انا شايف قدامي اوراق يبقى خلاص انا الورق تمام، وانا ما بيكشفش. يبقى من شاشتك دي بقى النهارده هنقول لهم روحوا للمحامي، لان ده حصلت معايا. كنت داخل اشتري من ولي من اولياء، كنت داخل اتكلم مع حد عايز يشتري محل، فبقول له انا عايز الصوره الضوئيه للعقد ان ده يثبت ملكيتك. قال لي لا ما اقدرش اديك صوره من عقد الا ما تدفع مقدم الاول. فبعدها انا رفضت، قلت له مش هدفع فلوس غير ما اشوف العقودات الاول. بسيطه جدا، خده معاك بعقده على المحامي، تمام. خد رقم اذا كان مثلا دعوه صح ونفاذ فيها رقم في العقد من تحت او على ظهره، خده هو الشخص بالعقد بتاعه اللي مش عايز تسلمه ده، وتعالى وري له المحامي بتاعك. انت هتخسر ايه في مشوار المحامي؟ اللي هو الجزء الاساسي في حل محامي الاول، يشوف الورق ويبحث ملكيه، تمام. بعد كده ابدا مشوارك كده، انت في امان، تمام. في نقطه استاذ عادل برضه عايز اتكلم عليها، طالما اتكلمنا في نقطه الشهر العقاري، احيانا شخص بيروح يعمل صحه توقيع في شهر عقاري وخلاص على صحه توقيع، مش في شهر عقاري، صحه توقيع في المحكمه بان هو ده العقار بتاعه وخلاص على كده، تمام. بس ما بيروحش يسجل في الشهر العقاري، تمام. هل ده ممكن برضه يفاجئ بعد كده ان العقار انسحب منه؟ لا، ولا صحه التوقيع دي كافيه جدا خلاص ان هو ده ملكه؟ المشكله في حاجه، المشكله ان اجراءات الشهر العقاري اجراءات للاسف عقيمه. يعني ممكن انا اشتري شقه في عقار 12 دور، تمام، الارض لا تكون مسجله في الشهر العقاري، ولا العقار ليه رخصه، ولا في اي حاجه مسجله. في الحاله دي انا عشان اسجل الشقه بتاعتي بسجلها في شيوع العقار في الارض، تمام. اذا سجلتها في شيوع العقار في الارض بدفع رسوم ده كله. يعني بص، لان مثلا المفترض ان انا اسجل ب 5000 مثلا، الاقيني جايني 50000، ما بسجلش بعمل صحه توقيع، صحه توقيع ورايح دماغ للاسف، ولا تثبت ملكيه للاسف. ما هو انا بتكلم فيه كتير بيلجا لصحه التوقيع. لا، هو في حكم طبعا دلوقتي بقى الحديث، حكم نقض حديث الحديث بقى، وحتى رسوم صحه التوقيع عليت. لا، حكم النقض قال ايه؟ قال ان العقد العرفي كالعقد المسجل فيما بين طرفين، يعني كانت اصلا الزام الطرفين بس. قانون الشهر العقاري لا تنتقل فيه الملكيه الا بالتسجيل، ولكن
الحكم المحكمة محكمة النقض ده حللنا المشكلة فيما بين طرفين. يعني كان ممكن أنا ما سجلتش العقد ما عرفش أخد فلوسي منك. لا دلوقتي لا، أصبح إن طالما أنت بعت لي أنت إلزام عليك في عدم تعرض الغير ليا، وإلزام عليك أنك أنت تنقل الملكية. ده بدون صحة توقيع؟ ما هو ده بدون بعد عرف. بعد عرف. طب أستاذ ياسر، العقوبة القانونية اللي أقرت في حالة التلاعب، ما هو بص حضرتك أنت النصب في جريمة نصب كبيرة اسمها توظيف أموال مثلا. يعني توظيف الأموال دي جناية ملهاش علاقة خالص باللي احنا بنتكلم فيه. والناس بتخلط بينها وبين النصب اللي هي متسمية دلوقتي بالعامية المستريح محافظة كذا ومستريح محافظة كذا، اللي بيلم ملايين من الناس عشان يوظفها وبعد كده يفاجئوا ان لا بيرد اصل المبلغ ولا بيدي الارباح وبيختفي ساعات، وبعدين يروح يسلم نفسه ساعات بنفسه للشرطه بعد ما يبقى لم كام مليون وفلوس الناس بتروح. النهارده الجريمه دي المشرع بقى عملها جنايه وفي حاله مش جنحه لحد 15 سنه. ده انت بقى بتتكلم في بيع العقار ملك الغير ده اخره 3 سنين، اقصى عقوباته 3 سنين. هل دي كافيه؟ اقصى عقوبه له 3 سنين. هل دي كافيه ان انا يتنصب عليا؟ لا ما هو كافيه ليه؟ ما انا هقول لحضرتك حق الغير. لا معلش انا هقول لحضرتك كافيه؟ هقول لحضرتك ليه؟ هقول لك كافيه ليه؟ ليه؟ انا النهارده ثبتت عليه جريمه النصب وخدت 3 سنين. تمام. خد سنه، خد اتنين لغايه 3 اتحبس وانت حقك المدني محفوظ. يعني انت حضرتك هتلجا للمحكمه المدنيه وهتاخد فلوسك كلها اللي دفعتها وهتاخد تعويض وحجز الفلوس دي عنده الفتره دي كلها. يعني انت كمان حقك المدني هتاخده والدوله خدت حقها الجنائي، المجتمع خد حقه الجنائي كمان فيه. انت خدت عشان كده كافيه. ايوه طبعا كافيه، لان انت لو خدت حكم في النصب ثبت لك انت الحق المدني بيقين خلاص. تمام. هتاخد حقك كله وهتاخد فلوسك كلها. من مين؟ المحكمه المدنيه هتدي لك حقك كله، حجيه الحكم الجنائي امام القاضي المدني. بالظبط كده خلاص. حتى يعني من الشخص نفسه اللي هو تم العقاب عليه. طبعا. طب اذا كان هذا الشخص لا يمتلك، يعني باع كل ممتلكاته ومش وقال لك انا ما عنديش فلوس، اخد حق ازاي؟ هندخل بقى في تزاحم بين المشتري. انا عايز برضه اوصل لدي. انا دلوقتي انا راجل بعت وزورت وضحكت على الناس واخدت الفلوس ورحت ايه حطيتها باسم حد تاني. تمام. انا وجاي اخدت حكم بثلاث سنوات. استاذ ياسر بيقول ان هو القانون المدني حمى حقي وان انا هاخد جميع حقوقي والتعويضات كمان. بالظبط كده. انا فوجئت ان هو ما عندوش لا يزم اي ممتلكات انا اخد منها حقي. تمام. اعمل ايه؟ هو طبعا عايز اوضح لحضرتك من البدايه اما بيكون مستريح زي ما قال الاستاذ ياسر ومن الناس اللي هي بتلم دي، ضابط الشرطه مش غبي. ده ناس على التحريات بقى بتكشف لنا. بتكشف بقى بتقول ده هو مهرب فلوسه في الحته الفلانيه و20 مليون هنا لا وشاري هنا ارض باسم فلان وشاري هنا فيلل باسم فلان. التحريات بقى اللي بتوصل للنقاط دي بتوصل لهذه لا وبيتم التحفظ على الاموال قرار من النائب العام. بيتم التحفظ على الاموال اثناء التحقيق. كل الاموال دي حتى لو مش باسم ده اللي انا عايز اوضحه. بص حضرتك ده امواله واموال زوجته واموال ابنائه، ده مبدئيا بيتم التحفظ عليه لحل تام التحقيق واللي تهربت له. وبعد كده بقى لو الشرطه واصله معاه زي ما قال الاستاذ عادل لاسماء تانية اتكتب باسمائها عقارات واملاك والكلام ده بيتم التحفظ عليها اثناء التحقيق كل ده قبل ما يتحل المحاكمه، لانه بيحقق جنايه اسمها توظيف اموال. اما جريمه النصب اللي احنا بنتكلم عليها فانت حقك قدامك، انت بتنزل على قطعه ارض او بتنزل على عقار، ما زال العقار قدامك انت واخد بال حضرتك، انت بتنزعه فيه مدنيا. فعشان كده انا بقول لك هتروح للمحكمه المدنيه هتاخد حقك لان العقار قدامك او الشقه قدامك ما اتباعتش. هو خلوا فاض ما هوش حاجه بس الشقه موجوده اللي باعها لك مش كده برضو؟ وحتى لو باعها لاكثر من شخص، انما اللي يفلت منك اللي هو توظيف الاموال المستريح ده اللي يفلت منك بقى في حاله اذا ما كانش امواله لسه باسم ناس ما تمش تهريبها، وده نادر قوي يعني نموذج نادر اللي بيهرب بره ده. طب يا استاذ عادل في حاله التصالح هل بتسقط عنه العقوبة ولا بينفذ عقوبته كاملة؟ تنقضي الدعوة خلاص انتهت. ايوه مش بتسقط، ده بنص صريح بتعديل في قانون الإجراءات كلم تاكل بتاخد انقضاء 18 ألف مكرر. ايوه 18 مكرر. أيوه. إجراءات والفصل الفضل لله ثم للدكتور أحمد فتحي السرور بصراحة في التعديل ده. في التعديل. لا والتعديل الأخير ده تعديل جميل
وقالوا ده هيجرني بقى لتعديل تاني. تمام. يعني بقى اقوله اللي هو يعني صراحه انا مستمتع. انا نفسي مستفاد من الكلام اللي انت بتقوله. التصالح التصالح خد بالك انت بتاخد عصاره العصاره من الاستاذ ياسر. الله يستر بصراحه من يعني يعني مش مشاهدين بس لوحدهم هم مستفيدين. انا نفسي مستفاد من الحلقه دي الماده. طب لا هو عادل بقى حبيب قلبي رفيق درب عمر 18 ألف مكرر، ده رقم المادة بتاع التصالح بتاع الجنح. المادة دي قد قصر على بعض الجرائم، الضرب فقط ثم توسعت شوية جابت إيصال الأمانة. بعد كده بقى دكتور أحمد فتحي سرور يعني جزاه الله خير عنها دخل فيها بقى القايمة بتاع الزوجة. دخل فيها النصب بكل صوره، دخل فيها التباديد مع الدولة، وكل ده ما كانش بيجوز فيه تصالح زمان. دلوقتي بقى يجوز التصالح في كل ده، وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوة بالتصالح زي هذا البراءة كأن لم تكن. ده في الجناح حتى لو كان الحكم نهائي. حتى لو كان الحكم نهائي. حتى لو الحكم نهائي. تعمل طلب للمحامي العام وتوقف. النهارده بقى الجديد بقى عندنا ان في سنه 2015 في العهد الجديد ده بقى حصل تعديل فوق الرائع. تمام. بس هو تعديل استثنائي في الجنايات بقى، يعني الاعتداء على المال العام. يعني انت سعادتك النهارده راح يستولى على المال العام وخد مليارات اختلاس من الخزنه بتاع المال العام. يجوز ليه النهارده يتصالح؟ زمان لا، كانش فيه الكلام ده. يتصالح ويدفع مال الدوله وتقضي المحكمه بانقضاء الدعوه بالتصالح، بس هي اجراءات طويله شويه. الماده دي بقى حطها 18 مكرر ب وراها طالما دفع 2015. كل اللي خده خلاص. وده كان الغرض، اموال الشعب اللي اتهربت في الثوره. تواخد بال حضرتك حسين سالم وغيره. مش هنضرب اسماء. تصالح انت. كل اللي اتصالح عشان يرجع. واعتقد ان التعديل ده تعديل مؤقت، يعني بعد كده هيوقف العمل بالماده دي. انت خدت بقى حضرتك. بس هي الفكره رائعه، فكره من المشرع رائعه، ازاي انا اجيب مال الناس اللي اتهرب بره. يعني دلوقتي متهم هياخد 15 سنه. تمام. وحتى لو اتصالح هترقف فيه وتديله 3 سنين من 15 سنه. هيجي لك ليه من بره من لندن؟ طب انت هتوقف له خلاص، لا يجي ويدفع. فكان تعديل رائع في 2015. تمام. استاذ عادل، احيانا في عمليات البيع بيكون هناك نوع من البلطجه، وده احيانا بيساهم بنسبه كبيره في ارتفاع الاسعار. يعني احنا معانا فيديو، يعني انا هتكلم عموما عن المشاهد اللي بنشوفها في الشارع. انا معانا فيديو عن تاجر بيبيع في الاسواق. في تاجر ايه؟ تاجر خضار عادي. في بلطجيه فرضوا بيفرضوا على اتاوه. تمام. هو رفض يدفع هذه الاتاوه فتعرضوا له بالضرب. احنا ممكن نشوف الفيديو ونعقب عليه، بس عايزك ان يعني اتكلم في هذه النقطه بالتحديد. هل يعني ده ما هو ده بيساهم برضو في ارتفاع الاسعار على الناس في كل حاجه، البلطجه وفرض الاتاوات؟ يا استاذ شعبي لو معانا الفيديو. معانا الفيديو هنعرضه دلوقتي. طيب. ونعقب عليه. ده الفيديو معانا. استاذ عادل، احنا شفنا الفيديو، تعقيب حضرتك على هذا المشهد ازاي؟ والمشاهد دي احنا بنشوفها كتير في الاسواق، ممكن بينتج عنها جرائم قتل. هي عقوبه البلطجه اصلا اتغلظت جامد. دي واحده. الواحده الثانيه، بشكر سياده النائب العام ان هو اصلا عامل لجنه تتبع للفيديوهات اللي زي كده. وعلى طول بيتحرى ويحيل الاشكال دي للمحاكمات العاجله. العاجله كمان يعني. امتى المشهد ده يختفي؟ المشهد قريب ان شاء الله يختفي. تعقيب حضرتك استاذ ياسر على الفيديو. برضه هو الجديد بقى، انت كان حد يقدم بلاغ زمان، دلوقتي خلاص النائب العام بيعتبر الفيديو بلاغ. الفيديو بلاغ ده ما كانش بيحصل. ده فعلا اللي احنا بنشوفه. لا ده ما كانش بيحصل. كل دي ما كانش يعني بيحصل. لجنه رصد ما كانش بيحصل. وبعدين خلينا واقعيين، كل ما الامن بنقرب من الاستقرار الجريمه بتختفي، خصوصا البلطجه دي.
انا نفسي بقى في حاجه اتفضل ودي بوجهها للسيد وزير الداخليه آه. في تنفيذ الاحكام المدنيه وقرارات التمكين ان تتم بكل حزم ويكون في تتابع يعني متابعه بعد تنفيذ الحكم حرصا على قوه الاحكام. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي للاسف الشديد ممكن انفذ حكم بتسليم شقه وتاني يوم اللي انا منفذها ضده يغتصبها ونبدا نعيد القره من جديد. انا كنت معجب بحاجه يا استاذ عادل، كنت معجب بالشرطه القضائيه اللي كانت جايه للتنفيذ ده. فاكر الاقتراح ده من كام سنه؟ تمام، بتتعمل قوات شرطه مخصوص لتنفيذ الاحكام وعشان ما نقفش بقى في الدراسات الامنيه 4-5 سنين في كل حكم. كان عندنا في المنوفيه الاسبوع اللي فات تمام تنفيذ حكم، واخد بالك؟ دي للمره الثانيه دراسه امنيه يعني للمرة الثانيه، يعني هيروح يقعد سنتين ثلاثه في المديريه. للاسف وقتنا خلص في هذه الحلقه. طيب انا هاخد من حضرتك بس قال لي من 30 ثانيه نصيحه في حاله البيع والشراء للمواطنين عشان ما يقعوش في مشاكل. ممكن في اقل من 30 ثانيه نصيحه تتاكد من مستندات الملكيه وتحرر عقد بيع عند متخصص قانوني. عند متخصص قانوني. ايوه استاذ ياسر، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بس تمام، روح لمحامي مش اكتر، مش هقول لك اكتر من كده. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا في نهايه الحلقه بشكر الاستاذ ياسر الحجاج المحامي بالنقد ومجستير في القانون الجنائي، شرفتنا يا فندم. الله يكرمك، شرف ليا يا فندم. بشكر الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد، شرفتنا يا فندم على هذه الحلقه. ونتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، وانتظرونا ان شاء الله الاربعاء القادم في نفس التوقيت.